رجعنا لكم في لاباس باش نحكيو شويه فن، نبعدوا شويه على السياسه وعلى المشاكل، باش نحكيو على ايام قرطاج السينمائيه. ضيفه شرف في الايام نجم نقولوا فرحانين لان توحشناها ولانه عندها صعود صاروخي كبير في مصر، توا عميل تالي ولات من النجمات لولانين اليوم في مصر. سعداء باستقبال دره زروق. عسلامة، مرحبا بك. عسلامة صباح وبيك عايشك. دره زروق جمهورنا يحب يسألك. لاباس؟ الحمد لله. انتوما لاباس؟ بون، هي لاباس كلمة تونسية معناتها ازيك. ايه دره زروق فرحانين، توحشنيك ساعات. انت تفسر لي وليد في تونسي ترجم لي بيه، مازلتنا في بورا. توحشنيك برشا؟ يعيشك. عندك معناتها الطل يظل زيارات سريعة لتونس صح؟ زيارات سريعة ديما باش نشوف سختو دارنا الفاميليا الصحاب هكاك معناها. دونك انت انطلقت من تونس، معناتها ممكن توا بدينا نفهموا في الروسيت نتاع النجاح في مصر، يلزم واحد يمشي لهم ناجح في تونس، معناتها يمشي عنده اعمال مش دو بريفيرونس. اي دونك انت من توفيق جبالي مجنون في السينما التونسية، افلام عالمية من 2007 تقريبا، آدم، ريان، العار، طيارة ورق زي الورد، هي فوضى، جنينة الأسماك، الأويلة في الغرام، الكلاشينكوف، لأخرها فيلم مع أحمد السقا، برشا أفلام هما تبارك الله. اسمه أفلام بابا. عديتهم شوية. أي أي بابا أي. عملت تقريبا 15 فيلم في مصر. أي صحيح. 15 فيلم في مصر. ما نعرفش فارس أحلام زاد فيلم بطولة جماعية، فما بابا مع أحمد السقا، هذوما الأخرانيين. فارس أحلام مازلنا ما صورناهش. أي معناتها هذوما الأخرانيين المشاريع. أي آخر مشروع معناه آخر فيلم كان بابا تعرض في لي سال دو سينما ونجح. تفرجنا فيه بيراتيف، شفتوا بيراتيف بيان سور كالعاده. سي اون كوميدي معناها فيلم رومانتيك كوميدي. وعندي فيلم مصور قتيل زيدا باش يتعدى في المهرجان القاهره السينمائي، هو وفما فيلم تونسي باب الفاله زيدا، هذوما في مهرجان القاهره. دونك مصور قتيل صورته عام ناول، لكن باش يتعدى اول عرض ليه في مهرجان القاهره ويكمل من بعد مع اياد نصار. فوالا هذوما العار، ريان، ادم، هذوما لي سوكسي الكبار الكبار. وزي الورد هذايا مسلسل يمكن المصاروا يحبوا يكسروا به النوعيه الجديده اللي هي التركي معناتها مسلسل اللي فيه برشا اجزاء. يظهر لي معناتها خذا سوكسي كبير، ماخذ سوكسي كبير معناتها يلزم يمثلوا فيه كل مزيانين ويلزم بالحق معناتها يعني كانوا حاسينهم المصاروا يحبوا يغلبوا الغزو نتاع الافلام المسلسلات التركيه والكوريه. اي علاش لي كوريه جوستومون معناها المسلسلات التركيه وليت عامله غزو كبير ياسر. ميت حلقه 120 200 300 معناها شيء كبير. بون انا جو سو با بور الحكايه تطويل ياسر، خاطر تطويل ياسر تمسات معناها تولي 120 و200 و300 تمسات عندنا احنا العرب اكثر نفدوا فيسا. هما هي ستون تكنيك، هما ما عملوهاش التراك. هي سوب اوبرا هذه موجوده معناها في العالم كل. قبل كانت تفكر واحنا صغار المسلسلات المكسيكيه كان لا كلي اسمه امور جلوري بوتي في 2012 عند 20 سنه قعد. اي قبل كان برشا ودالاس قبل معناها هذه سي ان جونغ موجود في العالم الكل. تركي الحقيقه التراك عملوه بالكدا يعني عملوه اتقنوه، لكن فما قلق وفما ملل وفما تطويل وفما هذاك الكل. بون انا تجربه زي الورد اللي عجبني فيها 60 حلقه، 60 حلقه مجدودين فيهم دي زيفينمون، فما احداث، فما ان ستيل جديد، ان ستيل ان بو ديفيرون من اللي عملته انا قبل زاد غاديكا كسوار ريان العار ادم. اليوم بالحق دره زروق في ظرف قصير معناتها ريكور عملت دره تونسيه وليت نجمه كبيره. تو نحكيو علاش، اما في ايام قرطاج السينمائيه جيت عمل دوره، ذكرت في الموك الاولاني هي فوضى كي عمل دوره في الايام سنه ولا اي ذكرت برشا ذكريات مع الفوضى. انا حبيت ندور لا لا معناتها والله ايش نقول لك توحش شويه فوضى وجو هكا ودزين و الحقيقه لا فيلم ما توحشتش حاجه معناتها توجع القلب اكثر معناتها تحزن مش ما تفرحش. اللي انا جيت للجي سي سي دابور نشكرهم اللي هما وجهوا لي الدعوه اداره ايام قرطاج السينمائيه وجيت باش نحضر باش نتفرج في افلام باش نشوف المهرجان باش نكون موجوده، خاطر كي انت يستدعوك في البلدان الكل في مهرجانات وتمشي ما تنجمش بلادك يستدعوك ما تمشيش، بالعكس معناها يلزمك تكون موجود. دونك
ما نجمش نقول، معني ما نحبش نزيد نقول اكثر من اللي تقال والناس الكل قالوا والاعلام قالوا وانت قلتوا وغيرك قالوا اللي الحقيقه سي ان بو ديسوفون. فما فوضى كبيره، فما مشاكل كبيره ياسر في النواحي. فيلم ما يتعرضش خاطر ما لقاوش الكود وما حكيت. فما برشا برشا حاجات، برشا حكايات، برشا حكايات، وذولي العبيد عرفوهم. انا نتمنى معناها نقول اهم حاجه اللي احنا نستفيدوا من الاخطاء نتاعنا. احنا قاعدين رجعنا شويه بتويلي في ايام قرطاج السينمائيه، يمكن على خاطر البلاد شويه داخله بعضها، معناها بوتيتر نستفيدوا من اخطائنا الدوره الجايه كسوا ايام قرطاج المسرحيه ولا السينمائيه ولا اي مهرجانات. احنا ماذا بينا معناها نتشرفوا ديما ببلادنا ومهرجاناتنا ونحبوا الناس ونحبوا نكونوا مهرجان دولي، معناها لازم يكون في النيفو لو مينيموم نتاع المهرجانات الدوليه والمهرجانات العربيه والافريقيه. ما يجيش نولي واحنا ما نجموش ننافسوا حتى المهرجانات العربيه والافريقيه، ما يجيش احنا كتونس نولي اقل من مستوى اللي موجود في العالم العربي. عندنا احسن جمهور، عندنا جمهور سينمائي برشا. ماشي تجري بعد مهرجان القاهره السينمائي زوز افلام باب الفله قيمه قلت مصور قتيل، واحد فتاه شعبيه، واحد طبيبه نفسيه. انت مثلت في باب الفله، دونك باش نسالك سؤال بديهي، قداش سم كيلو فلفل حلو في باب الفله اليوم؟ ما نعرفش الحقيقه. قداش خليته؟ ما نعرفش والله قداش خليته، زاد ما نعرفش خاطر عمري ما شريته انا من غادي. اما يظهر لي كل شيء غلي. اي ب 18 انا كنت نقول لك دينار حاجه هكا ولا 18. لا 18 دينار ما عادش يجيب لك حتى شيء. فوق ال 15 عمل تلفزي، اكثر من 12 فيلم يظهر لي مصراوي، خمسه تونسيه. كيف في المسلسلات دور الطلعك الريان العارض هما معناتها اللي صحيح صحيح، معناها قبل المسلسلات اللي قبل تشافوا كل شيء. بون فما اللي نجحوا فما ما نجحوش برشا. يمكن مسلسل مع يسرى خاص جدا بدا عمل سكسي به، ومن بعد العار الحقيقه هو اللي نجح برشا، عمل نجاح كبير، عمل اعلى نسبه مشاهده. التوا يتعرض ديما يتعاود الدور اللي فيه، الناس تاثروا به برشا، دونك دخلت لقلوبهم. حسيت انا مع الجمهور فما فرق حتى مع الجمهور المصري والعربي. قبل كانوا يعرفوني يسالموا علي ممثله، بعد ولاو يحبوني مع فما يعني حب اكثر. باختصار ملي عملت العار نجحت في مصر. ريت كيفاش؟ لا ما عملتش العار، عملت مسلسل العار. سامحني. وريان وسي. ريان. باش تنجح في مصر لازمك واحد تخش كبير تبقى كبير، معناتها تبدا مع يوسف شاهين. صحيح. مش مع اللي يجي. تبدا من باب تبدا كان تبدا عرض تنجم تكون دور صغير، تنجم تعدي حياتك كل في الادوار الصغيره. تنجم تعدي حياتك كل في الادوار الصغيره حتى كان تبدا بالكبير، راهو هي الحكايه اني انت تثبت روحك عندك امكانيات كممثل. من الاول تنجم تجيك الفرص على خاطر والله طفله معناها باهي حليلتها ما شنو تو سا، مي سي با سوفيزون. بعد تولي انت تمثل مع ممثلين كبار وممثلين محترفين، مع مخرجين ودي سيناريست وكل، معناها يلزمك يا تثبت روحك وتكون ممثله بالحق وعندك موهبه وعندك ما تقول، والا باش تظهر معناها في ساعه في ساعه كها، ولا تقعد حياتك كامله كيما تقول انت في ادوار صغيره، معناها باش توصل للتاب اللي انت تحب عليها وتحقق الهدف نتاعك ولا تحقق مكانه كبيره، يلزمك تفك بلاستك. اي جاوبني بنعم ام لا، باش تنجح في مصر يلزمك واحد ما يلزمهمش تجيهم، ما يلزمكش تجيهم نكره، لازم تقول لهم انا كنت نجمه في تونس. مش لازم، هو دو بريفيرونس. باش تنجح في مصر ما يلزمش تلصق فيك تيكيت الاغراء. بيان سور. ما يلزمش تعمل علاقات شخصيه وتتسمى على منتج دون اخر. لا. لانه ما يلزمش، يلزم في نهارين تتعلم الطيب حمام محشي والملوخيه بالارانب. طيب مش لازم، اما تتعلم تاكلهم على الاقل. ولا حتى ما تاكلهمش تقول ما بنهم. لازم تقول ما بنهم. اي فوالا. يلزم توالف بالزحمه. اي. يلزم ما تكونش عندك كلمة، موعدنا الساعة 10 بعد 12 بالضبط. تصدمت من الأول معناتها. مش ديما مش ديما. أنت جاي من تونس ومنظمين الغادي. منظمين ليه غادي المواعيد معناها. طبيعي معناتها نتقابلوا. والله يجي نقول لك أي نتقابلوا إذا كان نجموا ما نتقابلوش جملة. يلزم نعملوا أون فيكس أن رونديفو وأون سابيل قبل الرونديفو بور كونفيرمي وبور كونفيرمي الوقت بالضبط والبلاصة بالضبط باش الرونديفو يطلع بالضبط. أما أنا وليت كيفهم ووليت وليت أكثر زادة معناها خليهم هما يستنوا. نزيد نخلص لا هذوكم حاجات النجوميه واحد هذوكم فازات في مصر. لا نقول لك في التورناج ما فماش راهو هذا التورناج وقت وقت. اي ما فماش معناها يلزمك عندك ليزور دو تورناج ويتبعوا معاك. اي سمعتك تخيب عند المنتجين تولي باش تنجح في مصر ما يلزمكش تتعرف على برشا توانسه خاطر غادي ياسر غيره وتوتويت.
سون كومنتير. مانيش جاي نعمل مشاكل. باهي نحب نعمل لك اختبار اش مازلت تذكر من تونس، باش نعطيك حاجات تصير في تونس قول لي صحيح ولا لا. باهي. في تونس وقت اللي تخسر المكشخه جمهور نيتوال يفرح، وقت اللي يخسروا الاطوال جمهور المكشخه يفرح، صحيح ولا لا؟ صحيح. التونسي شعاره اي كلهم في بعضهم معناتها شميتيه معناتها، التونسي شعاره اخت راسي واضرب، صحيح ولا لا؟ صحيح. التونسي نبار على الاخر. على الاخر. التونسي يدخل الخدمه 8 يخرج من داره 8 وربع ويتعدى يعمل قهوه. اي وكاسكروت زاد. أول يوم في السنة الدراسية يقولوا لنا نص ورقة وعرف بروحك اسمك ولقب ومهنة الأب. الفيشة هذيك ما ننساهاش. التونسي قبل كانت هوايته المطالعة واليوم هوايته جني الزيتون. ديغنييغمون. أه طبعا أنت قاعدة. أي طبعا كوميم. الكسكسي بالعلوش الثمانية من الناس حسب أمك صنيفة، قد إيه تحط فيه من غرفة كبيرة طماطم؟ نجم ما نجمش نكلم من صديق نكلم من صديق ثمانية من الناس كسكسي بالعلوش ايش نقول لك انت باش تفضحني قدام العباد اللي انا مش تيار في الترتيب اون بلوس ثمانية من الناس عمري ما عملت ثمانية من الناس معناها نعمل حاجة كونتيتي صغيرة دونك نتخيل مثلا قد ايه يقول لي زوز زوز ريت قلت انا قبلك صح التوانسة يكرهوا نهار الأحد العشية ويقولوا عليه ثقيل ياسر اي نهار الأحد كله ثقيل التونسي يحب الطفلة متفتحة كي يصحبها ويحبها محافظة كي باش ياخذها. بيان سور. الموظف التونسي يفقد طموحه كي يترسم والموظفة تفقد مردودها كي تعرس. صحيح. الشاب التونسي يمن انه الحب في الكتب. ليه علاش؟ ليه مازال شوية. الشاب التونسي. الشاب التونسي ما يؤمنش بالحب بجملة؟ ما عادش تأمن بالحب بجملة. هكاك. في تونس المرأة يخطبها واحد وتبات عند واحد. ما عادش يخطبوا 1000 ما عادش فاهمها برشا معناتها يمكن وفي فلون وفي تونس الفلوس اذا تغدى ما عادش تجيبها رجال الفلوس اذا تغدى رجال تجيبها ولات ما عادش تجيبها رجال ما عادش يجيبها حد مشيت على روحي تبدلت عليك تونس احكي لي معناتها والله شويه مش برشا بعد الثوره ديما نمشي ونجي وكل حتى بعد الثوره ديريكتومون جيت زيد صارت ثوره غادي دونك جيتي اونتر لي دو فجعه بعد الثوره يظلي تفجعت تفجعت على داركم تفجعت على دارنا خفت عليهم عملت مساج على تويتر ولا وين وقتها الكونتاكت فما نهار ما لقيت معناها دان سولكون نلقى روحي منجم نتحصل على حاجه قصوا عليكم الانترنت ولا قصوا التليفونات مش قصوا مش قصوا قبل القصار نتاع التليفونات هذيك جينا غاديك هما تفجعوا عليا وقتها مش انا تفجعت عليهم ليه تفجعت عليهم ما نجمتش تحصل عليهم وانا طول الوقت كنت متبعه في اللي ساير وكل شيء وصحيح سختو من الاول حاجه جديده علينا كومبليتمون معناها ما عشناهاش قبل وخفت عليهم شويه ومن بعد لقيت برشا جاوبوني من صحابي من ناس يكونوا مني طلبوهم وتهناوا عليهم وطمنوني معناها قالوا لي سافا دورة زروق قبل احنا حكينا كيش تنجح في مصر فما امراه كبيره تحب تنجح في مصر اليوم جاي باش تستشيرك نستقبله مع بعضنا بسام الحمراوي بعد ما شايب هزول كتير عليك لاباس عليك والله خليت الكشك على الواحد انت حطوا فيه ثمانية مغارف هكا انا طب فيه ثمانية مغارف مقرونة وليت معاش لا مش مقرونة ما كشك انا مشخشخ شوية شاشة يحب هكا الله غالب ربي يعطينا فيها الضحك يا ربي يا شوي لاباس عليك لاباس 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 فيك مش عارف شكلك الكل نفرش يعيشك هو كل افلامك الكل نفرش احنا نتعرف بالبوني انا مش عارف هو يقول لي نحب نفرش في الماتش يقول لي غنفرج كمبيوتر دور اي عايش يعطيك الصحة علاش فيك انا نحب عشي اما من اللي شافك انت تبعث لي في المسلسل وليت نتارك انا وليت نغير بصراحة واه علاش عاد عملت ولا عامل لك بوسترات حاطة ماك حالة ريت الكوافير نتاع بوسترات قلت مساج ما دام حتى انا نحب مساج مساج قضية نتاع اطلاق قولوا لي علاش عاملة فيما تسمعيني انا راني المصري كل حفرت انا بتكلم مصري قوي قوي ايوه انا كل المسلسلات المصريه حفظتها عن ظهر قلب والله العظيم والله وما تحلفنيش انا حافظاهم كلهم الافلام كلهم المشاهير كلهم كلهم حافظاهم والله العظيم اكاو من تلقى مستقبلك غادي اه طيب طيب انت عم انت ساكنه فين في مصر انا ساكنه كنت في المهندسين وليت في الزمالك الله انت زملكاويه لا اهلاويه اهلاويه
حب الاهل شوف الترجي حيعملوا لي فيه. لا نحب الترجي اكثر من الاهل. اه طيب 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 طلعت ايش طلعت؟ ما طلعتش ولا حاجه ولا حاجه. انا بتكلم معك هيك وبرا اسمعي 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 انا حطلب منك خدمه. انا سيبت كشكشي على النار وقلت لك هنا اوام. اوام بتكلم مصري وبتكلم لغات وبتكلم كل حاجه. انا بصراحه بصراحه جاي لك في طولك علشان تشغليني معك. انا بصراحه عاوزه ابقى نجمه قد الدنيا في مصر واكسر الدنيا كلها. اي علاش ليه؟ علاش ليه؟ انا حاشته بيستا بواسطه. بواسطه عايزه واحد يدزني يزقك. ايوه يرحم 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 والديك. تزقيني بس تزق كده ناحيه الزقازيق وانا اطلع نجمه صاروخ كده على القمر. والله العظيم ونفسي برضو تعرفيني بكام مخرج حلوه كده واحد ولا اثنين. والله العظيم اسمعي انا ما عنديش حتى مشكله. انا ممكن امثل مشاهد سخنه. اسمعي ولو عايزيني البس ميني ميني منين يا خاصه منين يا خاصه حوار ايه ولا انا ما عنديش اي مشكله. انا هو اسمه ايه الممثل الحلوه للشبيبه اسمه ايه؟ انا هو من احمد السقا. احمد السقا انا مستعد امثل معاه كل الادوار الساخنه كلها امام الكاميرا وراء الكاميرا. ما عملش ادوار ساخنه هو. تعالي انت شفتيه منك ليه؟ اي شفته قرصتيه كده ليه ما قرصتوش؟ يعني هو حلوه يعني حلوه. تعالي انت عندك نمرته؟ اي عندي نعطيك النوم. قولي لي اما انت كبرت ترى عشان لا ليه؟ لا انا مش صغيره. وش من يولوك ملا وش انا 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 ببسل واغني واطبخ كسكسي خير منك واعمل كل حاجه. وريني يا تمثيل وريني تمثيل الفنانه روبي كلها. طب ليه بداري كده ولا بداري كده؟ بداري كده ولا بدا ايه هيامي شاتي. انا لسه في المدارك العقليه والصحيه دي كلها. تعرف تمثل عاد مش تعرف تمثل. انا مش عادي اقول ما تحشمنيش غادي. لازمك تعرف تمثل. تمشي تعرف تمثل معناها تستيني اعملي لي اختبار تتكلم بالمصري مليح ويصدقوك اللي انت مصريه في الضوء وتمثل مليح. يواتيوك تنجم تعمل ادوار نتاع سعوديه مثلا ادوار نتاع بنت بلد هكاك يواتيك ام تطلع ام دره دره. احنا البرفان بتاعها حلو دارة. احنا باش نتستيوها. يلا عندك رول. هي انت شنو باش تمثل؟ انا همثل دور البنت. شنو البنت؟ انت الام عاد ولا لا لا انا البنت هكا توا هكا ظهر لك انا دور بس بيه اعمل دور البنت. ما زلت دور البنت بيه نعم. طيب انا همثل دور البنت. انا بقلده خالص. طيب لحظه مسلسل البنت الصايعة اللي مش لاقية حاجة تاكلها الساعة 5 الصبح الجزء الثاني اكشن رحمك الله. لا 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 يزمك تستانس اكشن هذيك معناها اكشن ما تبش يبدا التصوير. انا كي اتصل المخرج هنا قال لك اكشن. الله يرحمك. قول انت كنت فين؟ انا كنت بذاكر مع واحدة صاحبتي يما. ايه ده بتذكري للسعادي؟ ايوه بذكر للسعادي. من طلب العلا سهر الليالي يما. ومين صاحبتك دي؟ انا اعرفها صاحبتي اللي عندها العوامه يما. اللي عندها العوامه ولا عندها شنب اسود؟ يا صاحبتي عندها شنب اسود صحيح عشان قصتها مع خطيبها ما بقتش لاهيه براحه يعني فيها ايه. بقول لك ايه اسمعيني يا بنت انت ما عادش فما خروج من النهارده. ما عادش فما خروج من النهارده؟ لا ياما ده انا عندي ثانويه عامه السنه دي. ما فيش ثانويه عامه. هتقعدي في البيت. انا هقعد في البيت. بصي بقى انا هنتحر والله العظيم هنتحر لو ما خرجتش اذاكر مع صاحبتي وانا هشرب ميه معدنيه ياما. اوعي تعملي كده. هشرب ميه معدنيه والله العظيم. يا لهوي بنتي بنتي حبيبتي. سناء 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 تحية البا.
بس عجبت في التمثيل ولا لا؟ هيلة 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 هيلة. أنا كوميدي مثل كوميدي أحسن. أنا همثل دراما. دراما لا فك عليك من الدراما. بس أنت غيرانة مني، أنت غيرانة مني عشان أنا أجيب روحي خير من إني. مش لازم. سلام عليكم يا نوفل. تحية لبسيمة الحمراوي. اسمع مفاجأة عملتوها لي. كل تعرف بالحق معناتها حلمة انهم ينجحوا الممثلين في مصر، معناتها الناس يقولوا لنا كل طيارة من تونس لمصر هذا بنات يحبوا يتشهروا، اما باش يوصلوا ينجحوا معناتها حالات نادرة، معناتها صعيبة برشا دور الحكاية، معناتها شنو الصعب فيها معناتها؟ والله صعيبة كما أي خدمة في أي بلاد، معناها نتصور هنا في هوليود مثلا أصعب برشا ويمشيو آلاف ويمشيو ملايين ومش الناس كل تخلط باش تلقى بلاصتها ولا باش تمثل، هي فما سي فغي كيما قلت أنت كي تبدا فما اكسبيريونس ملي في تونس ويبدا فما اسم حتى كان هما ما يعرفوش، معناها حتى أنت كي تبداش عامل معناها حتى كان عملت 10 أفلام في تونس تمشي غادي وجه جديد مازال، مي أو موا عندك متوارية، عندك دي خدمتك توارية، عندك اكسبيريونس نتاعك تنجم تعاونك. حاجة أخرى يلزم فما برشا للأسف، أنا ننصح معناها اللي يحبوا يمشيوا بوركوا با، ديما الواحد يفرح كي يلقى توينسا ناجحين في المجالات الكل، لكن يلزم تعمل على التمثيل، مش ينساو ساعات تمشي هي حليلتها وكل ما تعملش حتى ستاج نتاع تمثيل، ما تعملش حتى ديكور تاخذهم، تمشي غادي تتعلم اللغة بالكدي، تتعلم شوية تمثيل، سا سي امبورتون. ومن بعد فما لي كاستينغ، فما تتعرف على المخرجين، تشوف معناها شنو هما الافلام شنو المسلسلات وتبدا تعمل ادوار. فما برشا يلقاو يدخلوا للمجال هذا لكن ما يقدموش، يقعدوا في نيفو معين، وفما اللي ينجحوا برشا بيان سور، وفما اللي سا ديبون كيما في تونس، فما اللي ينجحوا فما اللي علاش خاطر فما يلزمك تقنع، مش تقنع جمهور مصري مستانس ليه 100 سنه بالافلام والمسلسلات وبرشا ممثلات وبرشا ممثلين اون بلوس تاو الكونكورونس ولات صعيبه على خاطر ويقول علاش احنا ماناش مش مساروه برك وتوانسه، معناتها يقول علاش لبنانيات وسوريات علاش مش مصريه، معناتها لازم توريه كيما في الكوره جوار ترانجيزم يكون خير من التونسي. فوالا لازمك انت تخدم اكثر وتشارك خاطر يغيروا على رواحهم برشا، معناتها سي نورمال باش يغيروا على رواحهم خاطر ديما فما انت كان يجيو كان جاي العكس معناها يصير وهما اللي يجيو لهنا تنقولوا احنا هنا علاش هما واحنا ليه وكل شيء، مي هما استانسوا على خاطر من قبل من وقت صباح وورده وفريد الأطرش وبرشا مستانسين بالفنانين العرب يمشيوا لمصر على خاطر هي البلاد اللي فيها صناعه سينما وفيها فن اكثر. لازمك تضحي برشا دره. انت معناتها قرايتك كملتها للاخر؟ اي عملت ديوا علاش؟ خاطر انسر تمامو باش تيقف ولا شنو؟ معناتها خايفه معناتها شنو التمثيل دومين غدار برشا علاش معناتها؟ والله انا من الاول كنت نخمم في التمثيل وكان هوايه بالنسبه ليا، لكن بون معناها حتى مي بارون وكل ايزون بريفيري كو جو فاس دي زيتود سيريوز اونتر غيمي، خاطر هما كانوا متخوفين من الدومين هذايا نتاع الفن والسينما والمسرح ويمكن يشوفوه دومين غدار زيدا سورتو في تونس الحقيقه. وانا حسيت روحي مانيش باش نخدم في الدومين نتاع قرايتي، حسيت روحي معناها توجهت اكثر للتمثيل ونحب خاطر توا وقته، معناها مش نجي انا نخدم كارير اخرى ومن بعد كي نكبر نولي نقول نحب نمثل، دونك توا يلزم يفو فيغ اون كارير وكل شيء في وقتها. هكا يا اخي مثلت هنا مشيت من بعد مصر كهو. حتى امورك الشخصيه معناتها الارتباط تو ممنوع حتى اللي نتكمل معناتها؟ ليه مش ممنوع هو؟ لا مش ممنوع معناتها. واش نقول لك الحكايه هذوما الارتباط وكل هو مكتوب في الاول وفي الاخر. بون سي فغي من الاول انا كنت ماجله شويه الخطوه هذيك على خاطر ما بين زوز بلدان ومشيت غادي ونحب نعمل كارير وعطيت اولويه لخدمتي اكثر، لكن ماهوش ممنوع حتى تعرف معناها، بالعكس انا تفيانسيت وكنت نعرس وبعد بون من بعد وقت اللي واحد جاب لك الفن انت؟ والله ليه ما مسليش الفن بكل دايوغ، ليه ليه فما برشا معناها نحترموا بعضنا برشا، ما نسمعش مكتوب وكها مش على علاقتها خرجت في جرايد بالعكس به. ليه هما خرجوا من المخ؟ باش نشوفوا درا تبع صاير في تونس ولا ليه، باش نعطيك اقوال شهيره تقالت ليمت هذه، قول لي تقال ولا تقال. مستعدون لارسال شعب كامل الى غزه، وزيره المراه قالتها ولا ما قالتهاش؟ ناوي تبعثنا لغزه الكل تقعد وحدها هنا
معناتها احنا تجاوزنا مرحله شعب فايد من الوزراء، تو وزراء فايدين من الشعب يحبوا يبعثونا الغزل. والله هما مش فايدين، هي تلقاها معناتها تحب توري قداش اكل بوان احنا متضامنين مع غزه. تمشي هي طبعا معنا فوالا، اللي يحب يمشي يمشي، ما يحبش ما يمشيش. باكو شوكتون في الحبس ب 3000 وجازوزه ب 4000، احد سلفيين قال. الجازوزه في الحبس اغلى من جازوزه في الشيراتون. اوتيل 5 ايتوال اغلى من جازوزه في الشيراتون. فضل شاكر، الفن وماله حرام ويغضب الله. اي فضل شاكر شفت النسخه الجديده؟ اي ليه فتره هكا تقلب شوي. قالت حاملي شهادات العليا يساهموا في جني زيتون، عندهم اولويه في الانتدابات. صحيح. قالها وزير التشغيل. هذوما الكل سمعت بهم. اي تعرف المشكله شنو؟ انه مش انه طمعنا برا جني وزيتون تو تخدم، انه تطبيقين ما نجمش يطبقها، لانه قانون الانتدابات المجلس التاسيسي ودستور ما نجمش يبدلوا، لازمك تحط في سي في جني زيتون. هو ساعات فما تصريحات، مع احترامي تو للناس الكل، ساعات فما تصريحات تحس اللي احنا ماناش دوله، معناها تحس اللي هكا الحكايه في قريه، في دشره، في معناها في محافظه، في مرسي، في حاجه كيما هكا، فهمت؟ معناها الدوله عندها هيبتها، فما قانون معين يحكم في الحكايه هذوما الكل، منظمين كيفاش، مي بون اللي يحب يعطي تصريحات يعطي. ولاو معناتها تو السياسيين يعطيو، قبل كنا احنا الاعلاميين نتغذاو من تصريحات الفنانين، دره قالت فلان وفلان قال. الحمد لله سيبتونا شويه كي لكم السياسه وليتو. تونس بلدي الثاني، تقالت ولا ما تقالتش؟ ديما تتقال هذيك. باهي، قريبا انتظروا عصفور استحث مين والنهضه ستمولني، قالها فريد بغدير ولا لا؟ صعيب ياسر، صعيب ياسر. وليت معناتها تو اليوم الفنانين انت تراي عبر ولا ما عبرش؟ مثلا في سوريا انت خذيت موقف مع جرائم بشار الاسد، ضد بشار الاسد والجرائم وغيره، اليوم ولاو الفنانين بارتاجي، ما تراش كي تعطي موقف هكا مباشر تخسر شطر نتاع جمهورك مثلا في سوريا ولا في بلاصه الفنانين؟ معناتها الفنان لازم يعبر موقف ديريكت ولا يلزم يحاول يكون دبلوماسي للماكسيموم؟ هو يلزم يكون دبلوماسي في المواضيع الكل، ما عدا المواضيع اللي كي ترى انت اطفال معناها فروخ صغار قاعدين يموتوا، ما تنجمش تكون دبلوماسي، وقتها تصف فيها دبلوماسية. وكان فما واحد من الجمهور باش يتقلق من فنان ولا من حد باش على خاطره يجي ضد الظلم وضد العنف وضد قتل الابرياء، ما نجمش. صحيح فما برشا حاجات احنا ماناش فاهمينهم بالنسبه لسوريا، فما برشا خبايا ممكن تطلع من بعد، ممكن تطلع، فهي الحكايه ماهيش بشار ولا البعث ولا الارهابيين ولا طرف الثالث ولا طرف العاشر، حكايه اللي انا يلزم الفنان لازم يدين اي اعمال قتل الاطفال اللي قاعد يصير، ولا شيء كبير ولا غزه وسوريا والصغار اللي ماتوا في بوس كولير في مصر. أيه. شيء قطع القلب، معناها علاش واحد يوجع القلب، واحد كل يوم في مصر. اون 2002 احمد مرسي وقتها صارت العباره قال لازم حكومه كامله تستقيل. أيه. اليوم شوف الدنيا، ولا هو يحكم وماتوا 50 وما حتى حد ما استقال، طرد وزير يظل يبارك، طرد وزير برك. انت انقدت حتى السيد مصطفى مرزوقي رئيس الجمهوريه وقلت لازم يتصرف بصلاحياته، معناتها كما لازم، معناتها انا ما انقدتوش، انا قلت نهار اخر راجل بصلاحيات رئيس الدوله اليوم. راجل صلاحيات رئيس الدولة اليوم عنده صلاحيات، انت اللي تحكم. كيفاش انت كامرأة تونسية مثلا مثلت برشا مسلسلات على راجل ماخو برشا نساء، في العار مثلا لأن ما تولدش خذا امرأة أخرى، في الريان انت المرأة الأولى، في الزوجة الرابعة حاصلو، كيفاش تنجم معناتها كيفاش شنو شعورك انت تتأقلم هكا مع حاجة طبيعية عندهم راجل خذا زوز خذا ثلاثة امرأة تونسية، تبدا عامل عليهم جو في التورناج تقول لهم احنا في تونس يا حسره؟ بيان سور احنا في تونس ما عناش، هما يعرفوا ديما حتى في البرامج كي يستضيفوني ولا في الحوارات ديما نقول لهم اللي في تونس ممنوع ويعرفوا الحكايه هذه، لكن هو في كل الدول طب العربيه ليه ممنوع موجود. ده ضد شرع ربنا يعني، شو تجاوب؟ نجاوب اللي شرع ربنا قال على ان تعدلوا ومن بعد قال لن تعدلوا، واحنا الكل نعرفوا الايه هذيا، اشترط العدل واشترط هو تعدد الزوجات، جاي في كونتكست معين اللي هما كانوا ياخذوا في نساء سون ليميت معناها قبل الجاهليه على بعضه بخلاف ما ملكت ايمانكم وذاك الكل، دونك هو قننها خليها ماكسيموم اربعه، هي كما تقول انت سياسه المراحل، فهمت؟ لكن في نفس الوقت فما ضرورات، ساعات فما ظروف معينه تستدعي اللي باش ياخذ المراه الثانيه ولا حاجه، يلزم بيان سور الاولانيه تكون موافقه، كان الاولانيه مش موافقه ما عندوش حق نورمالمون، اي اون بلوس لازم يعدل، وهذه حاجه معروفه ما عند الناس الكل اللي العدل صعيب ياسر ياسر ياسر، حتى كان يعدل في كل شيء في
قلبه ما ينجمش يعدل ما ينجمش يحبهم كيف كيف كل شيء كيف كيف اون بلوس بور لا فام سي تري ديفيسيل سي ديغادون معناها باش تكون انا كي عملت مسلسل العار والريان الريان سيتي دور نتاع وحده موجوده بالحق خاطر احمد الريان شخصيه موجوده من الواقع دونك هذاك الدور المراه لازم نعملها كيما اللي موجوده دونك اديت الشخصيه هذيك تالمت برشا للالم نتاعها ما حسيت بها وقت اللي لو سونتيمون نتاع امراه رجلها يخوى امراه اخرى واثنين وثلاث العار على خاطر هي ما تجيبش صغار وكل شيء في الزوجه الرابعه كي تعرض عليا قلت لهم انا الموضوع هذا عملته ياسر ما عادش نحب نعمل قالوا لي ليه شوف الدور هذا لقيت الدور كومبليتمون ديفيرون معناها عملت الدور اللي هو العكس النموذج اللي هي ترفض تعدد الزوجات اللي هي تفيق الزوجات الاخرين على رواحهم اللي دوما راكم غادين راهو هو يعامل فيكم معامله غالطه وكل شيء المراه المثقفه المحاميه اللي تدافع على حقوق المراه وكل هذا اللي عجبني في الدور اللي فيه ان ديسكور ديفيرون فيه ان ديسكور اقرب للمراه التونسيه. دره وقتاش راجع لمصر؟ راجع بعد نهار الجمعه. نهار الجمعه اوكي يعطيك صحه دره نورتنا اليوم ميخي. شكرا ليك اللي نورتنا ليله في لاباس تصفيقه كبيره على دره صحه دره ميرسي نقبل ما نكملوا نعرفوا اللي صارت قمة عربية نهار السبت للرد على العدوان الإسرائيلي على غزة والمرة هذه الزعماء العرب كانوا زعماء مش كما قبل كانوا زعماء قويين برشا هذه هي الندوة الصحفية للزعماء العرب مع محمد العربي المازني بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها اجتمعت اللجان المنبثقة عن الهيئات والناتجة عن الاجتماعات المواكبة للجلسات الناتجة عن المشاورات التي أفرزتها المداولات فأننا نعم فأننا خرجنا بالقرارات التالية أولا نحن القادة العرب انتهى عهد التنديد وبدأ عهد الفعل والعمل أكرر انت عهد التنديد وبدا عهد الفعل والعمل تصفيق وهذه هي القرارات لقد قررنا انتاج فيديو كليب الحلم العربي 2 بمشاركه ابرز الفنانين العرب وعلى راسهم فوزي بن قمره وكلاي بي بي جي وفي صوره نعم وفي صورة مواصلة إسرائيل العدوان فنحن مستعدين لدعم إنتاج فيديو كليب لجلال بريك لمزيد السبان لإسرائيل وقد قررنا توسيع وتهيئة شارع فلسطين ومنع الشاحنات الثقيلة من المرور وقررنا رفع قضية بكمال الطيف بين قوسين تصفيق وسنضع في كل ولاية شارع اسمه شارع غزة وقررنا ما دام نحن نقروا الرفع في اسعار الحليب وحتى حد ما يسني عليش قررنا نحن زعماء العرب نعملوا عين رات وعين ما راتش ملي كانوا الزوز ما يراوش نحن العرب نحن حارسين كل الحرص على ان نحصر كل الحصار ورفع المحاصر على الحصارات ويا حاصر هذا غيث من فيض وقطرة من بحر نحب نقول إسرائيل من أنتم وقتها جات إسرائيل هذا وقتها جات وأننا سنقاوم نعم سنقاوم ونقول لإسرائيل نحن قادمون بين قوسين تصفيق قال آه صفقوا إن عرب اليوم ليس عرب الأمس وأن تونس اليوم ليست تونس الأمس وأن بنات تونس اليوم ليس بنات تونس الأمس وأن خبز تونس اليوم ليس خبز الأمس نحن ثورة حتى النصر نعم ثورة حتى النصر وحتى كان مخلطناش النصر نقتل المنار والمنازل ما قلقناش وأنا أقول لكم من توا وهاي شليغمي نحيها كان ما نربحوش فلسطين نحرر فلسطين ونحي شليغمي حتى الموت نعم حتى الموت